حلقتنا بتتابع وبيسعدنا استقبل السيدة ندى سالم أبي سمرة رئيسة ومديرة تنفيذية لـ International Society for Educational Excellence. أهلا وسهلا فيك. هالمؤسسة الرائدة اللي اشتغلت عليها، إذا بدنا نضوي عليها ونعرف الناس اللي بعد ما بتعرف عنها، شو فيك تقولي لنا عن هالمشروع الكبير؟ الـ International Society for Educational Excellence يلي هي الجمعية الدولية للتميز التربوي، هي جمعية شرف. It's an honor society. تعرف منطقتنا ما بقى فيها تبقى هيك. نسبة الفساد العالية اللي عم نشوفها وين ما كان، نسبة الفقر يلي ما بقى تنحمل، لازم نعمل شيء حتى نتغلب عليهم. وإذا بدنا نبلش نشتغل من هلأ لخمس سنين لعشر سنين حتى أولادنا يربوا بمنطقة يفتخروا فيها ويقدروا يعيشوا ويشتغلوا فيها، لازم نبلش هلأ على مستوى الطلاب. وهيدي الجمعية بتتوجه لطلاب المدارس ولطلاب الجامعات بالشرق الأوسط بشكل خاص. هدفنا الرئيسي هو خلق بلبنان والأردن أولاً والشرق الأوسط ثانياً عالم الأخلاق فيه بتحكم، القائد بيخدم، والفقر رح نتغلب عليه. لازم نقدر نوصل إنه نتغلب على الفساد وعلى الفقر. شو بدنا نعمل؟ بدنا نشتغل على نطاقين، على نطاق المدارس وعلى نطاق الجامعات. على نطاق المدارس بنطلب من المدارس كلها إنه يبعتونا التلاميذ المتفوقين بدراستهم من جهة، والتلاميذ المتفوقين بروحهم القيادية من جهة تانية. بيوصلوا لعنا هالتلاميذ، نحنا مندربهم تدريب كتير صارم على الأثكس، على الأخلاقيات لمكافحة الفساد. مندربهم كمان على الليدرشيب that serves، القيادة اللي بتخدم. وكمان نطلب منهم انه اوكي نحن عم تجوا لعنا منساعدكم، منعطيكم سكولرشيبس، منساعدكم على النتوركينج مع العالم، منساعدكم حتى تقدروا تفوتوا، يمكن تقدروا تقدموا، يمكن تنجحوا بالجامعات اللي انتم بدكم اياها، منسهلهم يمكن هالشيء. بس بالمقابل بدنا منهم بالمستقبل وقت صفوا مرتاحين يعطوا to give back to the society، يعطوا للفقراء. هيدا بالمدارس. وبالجامعات شي زيته، بس الفرق منساعدهم حتى يحصلوا على شغل بكل أنحاء العالم، شغل job opportunities أكيد. وبالمقابل منطلب منهم أنه وقت الصفي معهم مساري كصفوا مرتاحين كمان to give back to the society. يعني هيك هوفلي بنكون عم نخلق عالم الفساد عم بيقل والفقر عم بيقل والقياديين هن عم بيخدموا الشعب يلي كتير نحن بحاجة لها. حلو كتير هالمشروع. أي متى رح في ديت معينة لإطلاقه ولا بعد؟ رح نعمل سنة الجينة الأراد، بس عم نعمل اتصالاتنا مع الجامعات المهمة بالبلد والمدارس المهمة بالبلد، وكلهم كتير متحمسين للمشروع. الأراد بيمشي الحال قريبا. أكيد أكيد أكيد. يعني مثل ما قلنا هالمشاريع هي مشاريع مش بس يعني على مستوى البلد، على مستوى دولة الناس فيها تشارك معكم من خلالها، وبدون يرجعوا للويب سايت لحتى يعرفوا أكثر وأكثر. في شيء أي شيء بتحبي تضيفيه بآخر لقائنا؟ هو الويب سايت هون هي ISEE، International Society for Educational Excellence، ISEE، ICHome.org. الإيميل info@ICHome.org. إذا حدا بيحب يشارك معنا أكيد. يعني أهلا وسهلا فيه.